الفلاحة دي ضيقة أوي، مفيش حاجة. هما اللي كان بيجري في راسي هيجنني ده. أملة دي؟ لا ده فار. بنسي أملة عاملة نفسها فار؟ القصد جبتها يا بسكلة. اهلا اهلا اهلا، لا مؤاخذة، اتفضلوا. يا اهلا وسهلا، شوف دخلة الحريم تسرح كده، التنين رجالة قطع يقفلوا اليوم. ازيك يا سعاد؟ ازيك يا سكينة؟ اهلا. ازيك يا كتاكيت؟ اهلا اهلا. الكتاكيت بقى مكسوفين، انت عارفة بنات اليومين دول بيتكسفوا. لا في كسوف وفي حد غريب، ده انا خالد. بص عشان انفك كده، تحب اقلع لكم مالتي؟ والنبي اقلع مالتي سعيد. ايوه اهلا اهلا اهلا، مساء الله. مواضيعكم سابقاكم. الله 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 الله، هم عينك يا حلوة يا مقصة انتي. يخرب بيتك وبيت اللي رباك. البنت دي متجوزة من ورا اهلها. ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت قلتيه ده يا خالتي نوسة؟ انا مش ممكن اعمل كده ابدا. كدبة، هتاكلي بالسبسب وهحط وشك في النار. متجوزة من ورا اهلك وبتضربي بانكو. ها؟ هي فعلا يا خالتي متجوزة عرفي وجاية لك تشوفي لها حل. الله يخرب بيت بتوع العرف وسنينهم، دايما يجوا بعد العرف. مفيش واحدة فيهم تيجي قبل العرف، لا يجيبوا البلوى ويجوا بيها. يا ساتر يا رب، ورينا يا ابني، ورينا ورينا. الواد ده اسمه وائل يا بت؟ طب بصي بقى، الورقة اللي كتب عليكي فيها يا هبلة سايلها عند واد اسمه سيد في العباسية، تروحي تجيبيها منه وتقطعيها. الواد ده مش بتاع جواز. يلا يخرب بيت الجسم يسأل منها اللي عليها جامد يا سعاد. طيب يا ستنا قولي لي بقى موضوع بنتي ايه؟ والنبي ما تقلقي على بنتك، تعالي يا امور. تعالي يا حبيبي، تعالي يا ماما تخافيش. ما شاء الله ما شاء الله يا اختي، بطه بطه. تعالي تعالي تعالي. كل حاجه كل حاجه. بقول لك ايه يا حلوه، الواد اللي انت بتحبيه قليل كده وفي دايما حاجه هامه على ظهره كده، شايل نخله شايل بلكونه. الكونترباس؟ ماليش دعوه، يركب ميكروباص يركب. لا لا الكونترباس يا خالتي. المهم هو كده. الله 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 الله، اسمه ايه؟ امور؟ تيمور. تيمور. الواد ده ابن حلال يا سعاد. ميرسي قوي يا خالتي. واحده هنا لخالتي كمان يا اختي بطه. الواد ده هيسعد البت دي، خلي بالك الطالع بتاعه حلو حلو قوي. ايه تو ده وقفه؟ استنى ما اقول لها بنت يا سعاد. هقولها هقولها، اللي هتسمعيه ده ما يطلعش بره. البت بنتك دي غلبانه، لو ما اتجوزتش الواد اللي بتحبه في ظرف 7 ايام هتتعقد وهتموت في حاسه موسيقى. يا مسبتي يا اختي، يا مسبتي يا اختي، يا حبيبتي يا بنتي. لا لا بكتاب الله، الاسبوع الجاي اتجوزها له. الحلاوه ليكي يا ستينا. ما باخدش حلاوه يا حبيبتي، دول عيالنا. طب استني كده، انا عاوزاكي في موضوع يا ستينا. عينيا، عايزه فلوس؟ لا تتكسف يا بنت، انا خالتك، انا معايا 170 جنيه فايدين من التومين، تاخديهم؟ لا مش عاوزة فلوس، عاوزة أهاوي عفريت ابن عفريت ابن هند يطلع عين الولية معاطف اللي مجنناني مطلع النخل في عينيا. رخاوي؟ أيوة. تيجي في السكة دي؟ ليا. هتستحملي أحكامهم؟ على راسي من فوق. أخليك تنقي، بس افتكري إن أنت اللي اخترتي. ابعتلي آخر 2 في الكشف يا حبيبي. بس يا بنت انتوا ايه شفتوا عفاريت؟ يا بويا تبصر ما عندي كنين. جاهلة، ايه رايك يا منوال؟ اللي جرالك مالك اتبطيتي كده؟ يلا خدي ده، لكن ده حبيبي انا. رحمة يا منوال، ما لسه بدري. اظهروا بان عليك الامان. يا نهار ازرق، ده انا هضيع، انا ممكن اتحبس في اي لحظه. لازم ابطل نوسه. الله، ما تبطلها، هو حد عايشك؟ هبطلها، بس في مشوار واحد لازم اعمله. مشوار ايه؟ لازم قبل ما ابطل نوسه اكره ابويا في الخلا نوسه. شكلي زمان جاية، اعمل ايه؟ اعمل
الاول كده ايجار البيجامه 5 جنيه. ليه بيجامه مين يعني؟ بيجامه ابويا. يلا انتوا بتوزعوا بيجاماتي ليه؟ معلش يا عم، اصل انا ابويا وامي اتطلقوا فمضطر يعني ابات عندكم هنا النهارده. والله يا ابني كان على عيني، بس احنا ما عندناش عشاء. اوبا سوري يا جماعه، تتدبر تتدبر. تعالى يا تيمور. ايوه بابا. ربنا يخليك. 5 جنيه دي وخد صحابك وروح واتعشوا كشري. كشري ب 5 جنيه؟ ده انا ما اديهاش للواد اللي بينقي العدس ولا فوده. اكله روش هتكلف كام؟ 172 جنيه. هات 200 جنيه يا بابا. كام؟ مش عايز خلاص. خد تيمور، يا ساتر عليك. هات يا بابا هات، ربنا يخليك. ايه رايك يا شباب نريح ونطلب ديليفري؟ لا. ليه؟ على جثة الدليفري ده يخش بيتي. ماشي. اقول لك حاجه يا تيمور. ايه؟ هات الفلوس دي. اه. ويلا. ايه ده؟ خد صحابك ويلا من هنا. ايه ده؟ ايه ده؟ يلا يلا يا حبيبي. انا جاي اقعد جنب ابوك لغايه ما يسرح. هو صايع ولا ايه؟ يلا يلا يا بابا الاحراج. يلا تيمور. ابوك شكله واقف في الوليه بجد. انا عارف. طب هتعمل ايه يا معلم؟ ولا حاجه، هو مش عايز نوسه سيبهولي، بس المهم زي ما اتفقنا عايزه يترعب، عايزه يكره اسم نوسه ده، مش انا سيبها وابويا يتجنن. ها سلام. بقول لك إيه؟ خلي بالك على نفسك من ابوك. طب استهبل يلا ولا ايه؟ وانت نوسه يعني؟ لا ما تخافش عليا. يا حلوه يا قطه. يلا يا قط. هي دي الحقيقه. بولا يا ودي بولا. بولا يا بولا. ان 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 بخس عليك يا ببلو. في ايه؟ شفت تمساح؟ ايه ده؟ هو انت هنا؟ امال هناك؟ قصدي دخلت ازاي؟ انا قافل الباب بايدي. لا ببان ايه؟ انت لو قفلت المحافظة احنا ندخل من اي حته. عيب تقول كده. على العموم انت منورة. ربنا يخليك يا بيبي. لا حقيقي نورت البيت. طب مش هقعد شوية ولا هفضل منورة كده؟ اه طبعا. لا اتفضل. الله يخليك. الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله يا ببلاوي بيتك زي الزفت. نعم؟ اه والله مش عشان انت واقف انا ما بجملش يعني. يا ستي ما هو بيت راجل من غير ست، وبعدين انا عندي ابن ربنا ياخده، ولد همجي معفن. شباب بقى، ما احنا كنا شباب ولا انت مولود كده؟ تشربي حاجه ولا تتعشي؟ اتعشى ايه وانت عندك لقمه؟ ما انت لسه مسرب العيال وقلت لهم انزلوا تعشى. بقول لك ما تركزش عشان ما تهيسش معايا. هجيب لك دليفري ربع ساعه والدليفري يبقى موجود. يا سلام، دلوقتي حبيت الدليفري؟ ما انت من دقيقتين ما كنتش طايقه. طيب اتفضلي استريحي. والله انا محروقه مكسوفه منك، اصل اول مره اروح لراجل عازب في بيته، وانت كمان خارج لنصك ملط وركبك ما شاء الله معظمه زي الجمل اللي بيجري في الحبشه ده، عارفه اللي في الحبشه؟ فانا تلاقيني كشه يعني. لا مفيش حاجه، انا هغير هدومي ثانيه واحده واجي لحضرتك. براحتك، ده بيتي، بتوصيني على بيتي. اتفضل. السلام. 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 قلت لك ما تركزش عشان ما تهيسش مني. حاضر. بلاوي انت قاعد مع ميتها اللي ركضونا تحت التراب ده كلام فيه ايه بس؟ طب ما تيجي نشرب في التراب الغفير احسن. ليه الفن الوحش ده؟ اقول لك على حاجه، هات التراب وتفني. يلا حط صباره كده وخلصني. الله ده فن وحش، ليه بتقولي كده؟ ما انت جايبني تنكد عليا يا ببلاوي. الله انت مش عاجبك دي؟ لا خالص. طيب انا تحت امرك، اطلبي. عايزين نفرفش. ده انت طلباتك اوامر. الله يبارك لك. امري لي يا حلو. انت اللي حلو وقميصك حلو. انت امر فيسكوز ده؟ اه مين؟ فيسكوز ده نوع غير. اه فيسكوز. شغل لنا حاجه كده لو وقت. عينيا. الله يخليك يا حلو. اسمعي بقى. فاجئني بقى.
نانسي احبها موت، احبها بتعقرم في الجو كده وتحلو، او احب البنت الحلوه اللي هي بتعقر عاقل في الاغاني دي. فرفشتني يا ببلاو. يا سلام عايشتني لحظه صغرتيني فيها 20 سنه ورا. برضو كبير. لا ما هو كام رقصه بقى من بتوعك دول هترجعيني عيل صغير. قول يا ببلاو. نعم. هو ده لون عينك حقيقي ولا عدسات لاصقه؟ لا انا مولود من الاول. والنبي مش لاصقه؟ لا. ربنا يحميك. عينيك عينين بقر. الله يخليك. صوابعك صوابع موز. النبي اخر خمسه فاضلين عندي. انت كان عندك اكتر من كده؟ كنت وارث 40 عن امي، بعت ال 35 عشان اطلع الدور الرابع. بعتيهم فين؟ انت خليك معايا انا يا ببلاوي. ما شاء الله عليكي طول عمرك شغل. ايه؟ مين اللي قال لك كده؟ مين؟ وانا طرطوره؟ يا نهار اسود حصل امتى؟ مين ده؟ هو عندك عربيه؟ ايوه عندي. شديده؟ ايوه. تعال وصلني. انت بتكلمي مين؟ انتوا مالكم؟ سيبوه هو. ايوه مالكم؟ تعال تعال تعال. اما انت